السلام عليكم مشاهدين الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا راح تكون في دائرة مهمة جدا تصدر لنا كمواطنين مستمسك ضروري في دوائر الدولة وتعريف بشخصك، وفيه مميزات كثيرة من ضمنها الرقم الوطني أو رقم الشخصية، اللي هو هذا الرقم لك ما يكون شبيهة لشخص آخر، وكثير من المميزات راح نعرف شنو هاي المميزات وشنو تفاصيلها. كثير من الأسئلة الناس صارت لنا إلى قناة الأيام في برنامج بخدمتكم تسائل على بعض المشاكل العالقة، بعض الاستفسارات. دعينا الأخوان في هذه الدائرة، وشكرا جزيلا للاستجابة السريعة. فحضر معانا اليوم ضيف عزيز على برنامج بخدمتكم، العميد المهندس علي حمدي خلف، معاون مديرية شؤون البطاقة الوطنية. إذا مشاهدينا الكرام، اليوم حلقة خاصة عن البطاقة الوطنية. نرحب بك أجمل ترحيب عميد علي. حياك الله، أهلا بك وكافة الأخوة المتابعين. الله يحفظكم، شكرا لحضورك. وراح نسأل مجموعة بصراحة من الأسئلة، وعندنا يعني حاضر وجاهز لأي سؤال تسألونه أنتم والأخوة المواطنين اللي يتصلون بقناتكم. جزاكم الله خير. إذن هي دعوة مشاهدين الكرام، لمن لديه سؤال أو استفسار حول البطاقة الوطنية ممكن يتصل بينا على الأرقام اللي راح تكون أسفل الشاشة. عميد علي، دائما ما نسأل الضيف ما هو عمل مديريتكم؟ عمل مديريتنا هو إصدار البطاقة الوطنية للمواطنين. البطاقة الوطنية وحسب القانون هي راح تستبدل المستمسكات الورقية المتعارف عليها دائما، اللي هي الهوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية، وقريبا إن شاء الله راح نضم منها بطاقة السكن أيضا. جميل، يعني هي تستغني عن كل المستمسكات، تقريبا كل المستمسكات تموينية، على تموينية ما مشمولة بها. احنا نحكي على المستمسكات الثبوتية المتعارف عليها. هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية، اللي هي هوية الأحوال الجنسية. بالضبط، الجنسية يسميها المواطن الجنسية، بس هي قانونا اسمها هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن. يعني هسه أنا إذا انتهت صلاحية الجنسية مالتي أو هوية الأحوال كما تسموها، تمام، انتهت صار لها 16 سنة، أروح أجددها لو شنو؟ طبعا تتوجه إلى دائرة البطاقة الوطنية الخاصة بك وتجدد الهوية مالتك، تستبدل ببطاقة وطنية. يعني بعد ما يرجعوا لهوية الأحوال القديمة؟ ماكو بعد رجوع لهوية الأحوال المدنية. هوية الأحوال المدنية مستمسك ورقي يتعامل بسجلات ورقية. تمام. احنا يعني البطاقة الوطنية هي انتقالة من الورقي إلى الإلكتروني، وانتقالة تكنولوجية، يعني قاعة بيانات، بطاقة رصينة إلى آخره، بصمات عشرية، قزحيات عين، سمات وعلامات أمنية. يعني البطاقة الوطنية اليوم تكاد أن لا تزور. جيد، ما هي المميزات إذن؟ أريد أعرف عندنا العديد من المميزات، جزء ما مسموح لي أنا على الهواء أقول لك المميزات الأمنية ما لها علاقة بها، بس هي 16 مميزة بالإضافة إلى أنه سجل لك أستاذ أنه البطاقة الوطنية معترف بها دوليا من قبل منظمة الطيران الدولي الآيكو، وأيضا تحمل مميزات من الجودة بنظام الآيزو. ممتاز. فيعني بطاقة رصينة جدا. ما تم محاولة تزويرها؟ أبدا، لهذا اليوم لن تسجل عندنا أي حالة تزوير للبطاقة الوطنية. جيد، أنا إذا أريد أروح لوزارة معينة أو دائرة معينة، قارئ الباركود يعني أو قارئ البطاقة، نعم، موجود؟ موجود بأغلب الوزارات، خاصة المهمة من عندهم مثلا الطاب والمحكمة موجود. وأيضا يعني احنا دعينا كل الوزارات إلى اقتناء، موجود عندنا احنا، يقتنون قارئ البطاقة. يعني أي وزارة تطلب قارئ بطاقة احنا نزودها. سنفرض سارح الوزارة عندي مستمسكات، يعني استغنيت مثل ما تفضلت تسبقت بالحدث، استغنينا عن كل المستمسكات، نعم، لكن من حون البطاقة الوطنية من أروح للدائرة المعنية ما عندها جهاز مثلا؟ هنا راح يصادفني إشكال، مو تمام لو لا؟ شنو الحل؟ بالعكس، ماكو إشكال. البطاقة الوطنية هي شلون ما تكون أفضل من الهوية الأحوال المدنية؟ تمام. هوية الأحوال المدنية ورقية،
مكتوبة كتابة باليد. لربما إذا الموظف اللي كاتبها خطه سيء الجزء أكو بعض الأمور يعني كثيرة. بينما هذه لا، هذه بطاقة بها رقم مواطني موحد، بها مكتوبة كل المعلومات الظاهرة عيانيا مطبوعة جيد، بالإضافة إلى رقم عائلي. يعني أنا قصدي بأنه هاي الدوار عندها مثلا لينك مباشر مع وزارة الداخلية، يقدر يدخل رقم البطاقة ويطلع لك المعلومات. سؤالك جدا وجيه طبعا، وجوز نسبق الكلام، لكن احنا بالايام القادمة ان شاء الله بالحملة المرحلة الثانية من البطاقة الوطنية راح يكون هذا الشيء اللي انت قلته، راح يرب هذه يسموها الربط الحكومي. من نوصل الى مرحلة الربط الحكومي راح يكون عندنا هيش امكانية انه لينك ورقم مواطني بالضبط. جميل. زين انا هسه ما عندي بطاقة وطنية، نعم، شو اسوي؟ وين اروح؟ ايش بقى اش يحتاج؟ احتاج صور؟ ما احتاج صور؟ ادفع وصل؟ يعني اريد اعرف. نعم استاذ، اولا قبل كل شيء اي استنساخ معكم؟ جيد، يعني احنا استغنينا سابقا المواطن من يراجع يستنسخ الهويه، يستنسخ الشهاده، يستنسخ كذا، طلع صور، هاي ما موجوده حاليا. هاي اول شغله. الشغله الثانيه بامكانك ان تراجع، اول شيء تسويه تراجع الدائره تشوف الجدول اللي خاص بمنطقتك، هذا فيما يخص كل محافظات العراق ما عدا محافظات محافظه الانبار ومحافظه نينوى، ولا هاي على الحجز الالكتروني، تدخل على الموقع تحجز الكترونيا. اما بقيه المحافظ يعني بقيه المحافظات لا، اكو جدول توزيع مناطق تروح تاخذ موعد المنطقه مالتك المراجعه، والغايه من الجدول انه تنظيم العمل، ما يصير لود قوي جدا، ما يصير فوضى بالموضوع. صح. هو تنظيم العمل. زين، بيوم الموعد المراجعه مالتك تنظم استماره. وهنا يعني اريد اشير الى موضوع مهم جدا، اغلب المواطنين يتوجه الى العرض حلشي مثل ما نقول، او صاحب المكتب ينظم استماره، بينما هي متاحه مجانا على الموقع، بامكانه ان يمليها من يمه من بيته ويسحبها مجانا، متاحة على الموقع. وشوف المكاتب برا موجودة مكاتب الدوائر، يعني الأغلب جزء من باب السهولة يلجأ إلى المكتب من باب السهولة، لكن أنا أشوف الأسهل هي متاحة على الموقع لكل شخص استمارة، لكل شخص استمارة، تملي الاستمارات تتوجه إلى الدائرة جوا. بالدائرة جوا أكو سلسلة من الإجراءات يبليها من الاستعلامات، أول استعلامات راح يوجهك زين. تروح إلى ضابط الشهادة، يختم ضابط الشهادة، أيضا استعلامات داخلية يوجهك إلى أحد المدخلين، تجلس امام المدخل، مدخل بيانات، مدخل بيانات، دخل بياناتك، ياخذ البصمات العشريه، ياخذ قزحيه العين، ياخذ لك يلتقط لك صوره او مرتسم وجه، بعدها مدقق حسابات مصرح، وتستلم واصل، يعطونك موعد استلام. ممتاز. يعني انا مثلا هسه انت مثل ما تفضلت وسبت بالحديث، وهذا شيء جيد، انا بامكاني ادخل على موقع البطاقه الوطنيه اللي على الانترنت. نعم، ادخل املي كل فرد عندك استماره موجوده ومتاحه مجانا، بها كود. صح. ايضا تملا انت بايدك، انت اعرف معلوماتك حسب مستمسكاتك. بالضبط، حسب مستمسكاتك سجل معلوماتك، تسحبها وتتوجه الى دائره البطاقه الوطنيه. يعني اللي يدقق هو بعد يتابع يطابق، حتى وان انت حتى وان سجلت بعض المعلومات الخطا اكيد المدقق راح يدقق. المدخل اكو سجل المدني. صح. حتى لو ادخلت فد معلومه مغايره، كانت تكون مواليد، كانت تكون خطا في الاسم، راح يدقق ويصحح من يمه، يعني هاي مو فد مشكله. ممتاز. من له الحق ان يصدر هاي البطاقه؟ الكل له حق يصدر. حتى الطفل؟ حتى الطفل. حتى الطفل. لا شلون قالوا ما دون 12 سنه؟ هو هاي اقصد لي هاي ما دون، اي هاي قالوا 12 سنه. استاذ علميا ما دون 12 سنه يعني معلومات الحيويه ما تكون دقيقه. زي. ولذلك هسه تلاحظ اي مراجع يراجع يصدر هويه بطاقه وطنيه لما دون 12 سنه نكتفي احنا بس بالصوره، ما ناخذ البصمات العشريه ولا ناخذ قزحه، تصدر له تكون غير واضحه المعالم، غير ثابته، متغيره. صحيح. مع مرور السنين بالتاكيد. وبعد ولذلك ننطي ايضا اكسباير، ننطي اكسباير لحين ما يصير عمره 12 سنه، حتى نجبر المواطن هذا يجي يصير عمره 12 سنه حتى نثبت بصماته العشريه والقزحه العين. بما معنى انتم راح تمنحوه عميد علي؟ احنا نمنح موجود، يعني مو الجو حتى 12 هذا سنة. القرار اللي تحشي عنه ما بعد ال 12 سنه، بالايام القادمه اكو اجراء بيه انه راح ينشال والكل يطلع. بينما اذا مثلا عندنا بعض يجونا بعض المواطنين يقول لك انا اريد اسجل ابني بالمدرسه وهويته ما بيها صوره، طلع له ضايعه، طلع له
معالم الوجه يعني صورته بالهويه صغير وهنا غير شكل طلع له عندنا يعني احنا مو قرار مغلق قرار باستثناءات هوايه فيما يصب بمصلحه المواطن. احسنت. انا سمعت قالوا بانه اللي عنده بيان ولاده الطفل عنده بيان بدون سرة يدخلوا كذا هيك يعني بدون حجز بدون كذا. ماكو حجز دكتور ماكو حجز احنا حاليا استبدلنا الحجز بالتوزيع المناطقي ليش حتى تكون الفرصة للمواطن اكبر. هالاسبوع انت موعدك الاحد ما اتاحت لك الفرصة او ما كملت معاملة يوم الاحد عندك الاحد اللي بعده. ممتاز. الاحد اللي بعده بينما الحجز كان في حين هيدخلنا في مشاكل نوبات الحجز يعني شهر يطول. احنا شهر افضل لو بين اسبوع أكيد. واسبوع اكيد طبعا اكيد هذا الموعد هذا راح يحيني لسؤال وحتى هذا هم باستثناءات دكتور يعني أي. يعني ترى مجال المساعده احنا مفتوح يعني الحالات الانسانيه ما تشمل بهذا الموضوع. أه. حالات انسانيه يعني عندكم مكاتب خاصه للحالات الانسانيه موجوده عندنا نوافذ خاصه نوافذ العفو يعني توجيهات معالي وزير الداخليه وتوجيهات المدير العام يعني هاي المسائل لازم لها تعامل خاص ولها نوافذ خاصة لكبار السن للقوات الأمنية الحشد الشعبي ذوي الشهداء الجرحى كلهم دولة مشغولة طبعا تحياتنا اللواء نشأت مدير العام هذا الرجل هو اللي كان متبني قضية البطاقة الوطنية من البداية بصراحة هو مؤسس يعني فعلا من المؤسسين أي. وسبق وأن أول ما بدأت البطاقة الوطنية أول حلقاتنا كانت معها أسست بالكامل علي حقيقة تحياتنا إلى إن شاء الله أتمنى تكون تتم هاي العملية بصراحة الحضارية أن تكون في عند كل العراقيين إن شاء والله الله. يا دكتور حقيقة ابتداء من لواء نشأت نزولا إلى أصغر موظف ومنتسب عندنا الكل اليوم يبذل جهود منقطعة النظير في سبيل أن نطور البطاقة الوطنية أن نقدم خدمة أفضل للمواطن الكل مقصر حقيقة هاي مو مجاملة جزاكم الله خير هذا شيء مهم بصراحة شنو اللي تواجه يعني أو عفوا قبل أن نروح بهذا الاتجاه كان عندي سؤال حول المراجعة عميد نعم. علي أكو نشوف زخم بعض المديريات نعم يعني مدينة الصدر أو خاصة إحنا نعرف كإعلاميين أنتم عندكم مواسم العطل و... صحيح هاي مواسم عندكم مضبوط تصير ضغط عليكم بشكل كبير أي. وعادريكم بصراحة أي. لأن الناس ما تروح تصير بالدوام ملتهي بالدوام وتكمل لا تستثمر وجود عطلة حتى يكون يجيب أبناء من يعني ما عندهم مدارس صحيح يستخرجوا من البطاقة الوطنية هذا حتى الجوازات وكل قضايا في الوزارة الداخلية شلون راح تعالجوا قضية الزخم بصراحة؟ دكتور احنا طبعا لكل معضلة تدرس من قبلنا ويوضع لها حلول. السيد معالي الوزير عند استلامه الوزارة وضع خطة كانت عندنا المعضلة الرئيسية هي مسألة اصدار البطاقة الوطنية والكل لمس هذا الموضوع انه البطاقة الوطنية تتأخر. معالي الوزير وضع خطة وخطة محكمة بالتسلسل الزمني نفذت من قبلنا احنا وبإشراف مباشر وتدقيق مباشر من قبل المدير العام. الحمد لله احنا اليوم يعني نكاد ان نكون اجتازينا هاي الازمه. على سبيل المثال اليوم بغداد بالكامل صفرت. يعني على سبيل المثال اذا مواطن مقدم الخميس احنا اليوم سبت اذا مواطن مقدم الخميس بامكانه يروح يستلم البطاقه الوطنيه الاحد. شنو؟ على قد وان شاء الله بالاسابيع القليله القادمه ايضا راح تحل كل المحافظات وترجع الامور الى نصابها الاول ان المواطن يقدم اليوم ثاني يوم تطبع بطاقته. اكو ناس صار 5 اشهر ما مستلمه و6 اشهر بصراحه كلها انحلت حلت هسه ماكو بعد 5 اشهر روح هسه اذا ندقق انا وياك بالدوائر ماكو 5 اشهر وان شاء الله انا قلت لك الايام الاسابيع القادمه بمتابعه واشراف مباشر من قبل المعالي ومن قبل المدير العام الاسابيع القادمه ان شاء الله راح تحل الازمه بالكامل وترجع الى نصابها الاول. يضاف إلى ذلك أكو خطة أخرى رسمها السيد المعالي مستقبلية إن شاء الله لتتابع بشكل مباشر من قبل السيد مسألة تنفيذها من قبل السيد المدير العام. أكو محورين راح نمشي بيهن. محور الأول هو تطوير البطاقة الوطنية الحالية والمحور الثاني هو توسعة البطاقة الوطنية توسعة عمل إن شاء الله. يا الله إن شاء الله نشوفه وراح نتابعه وياكم بالتأكيد إن شاء الله. أكيد البطاقة بها رقمين نعم هذا المن وهذا المن رقم الوطني
والرقم العائلي. الرقم الوطني اللي يصير بالوجه يم الصورة بالمنتصف، هذا الرقم الوطني. رقم الوطني شنو معناه؟ رقم الوطني كل عراقي أول ما يولد ولما بعد الممات يمنح رقم، رقم هذا فريد لا يكرر، هذا يمثل شخصية هذا العراقي. شخصه بالصورة اللي هو شخصه هذا، هذا رقم خاص اللي بالصورة هو هذا رقم بالضبط، رقم خاص بي. اليوم المواطن العراقي عندي معرف برقم، وهذا طبعا نظام دولي نظام عالمي، وهذا هو المعتمد حاليا. تمام. أن المواطن يعرف يمنح رقم لا يمكن فريد، رقم فريد لا يمكن أن يكرر من لحظة ولادته إلى ما بعد الممات. جميل. هذا فيما يخص الرقم الوطني. عندنا الرقم الثاني اللي سأل جنابك عليه هو الرقم العائلي. الرقم العائلي أيضا رقم فريد لكن ضمن إطار العائلة الواحدة، مو خاص بالمواطن نفسه. يعني اليوم أنت وزوجتك وأبنائك تحملون نفس الرقم العائلي، كلكم تحملون نفس الرقم العائلي، والرقم العائلي اللي ممنوح إلى عائلتك يختلف عن الرقم العائلي الممنوح للعائلة الأخرى. تمام. كذلك أحد أبنائك اليوم تزوج، تزوج كون عائلة، راح يلغي الرقم العائلي ذاك ويمنح رقم عائلي خاص به، أصبح عائلة مستقلة. جميل. هسه أنا عندي أفراد عائلتي أولادي أو زوجتي، فيكون الواجهة رقمي. أي. الواجهة الثانية اللي هو ظهر الصورة العائلي. رقم العائلي كل احنا مشترك، مشترك برقم واحد رقم جميل. عائلي ابني من يصدروا له بطاقة وطنية. نعم. ايضا يكتب الرقم العائلي بالخلف، نفس الرقم العائلي المنح للوالد. ها. يكتسب الابن او البنت فقط من الزواج ينفرد، فقط من الزواج اصبح كون عائلة، اصبح عائلة مستقلة. شنو وظيفته هذا الرقم؟ هواي بفوائد. أول واحدة من الفوائد هي التنظيمية كقطاع بيانات. أيضا هسه نوبات البعض يسأل يقول لك أنا شلون إذا أروح الفندق يعرفون هاي زوجتي؟ تمام. أنت إذا رقمك العائلي شابه ويا رقم زوجتك ويا ابنك ويا إذا هذا أحد من أفراد عائلتك. ممتاز. واضح. هاي إذا تكمل كل المشروع. إيه. إن شاء الله هو كمل المشروع إن شاء الله. هسه إحنا يعني ما. جد النسبة. هسه حاليا لغايه اليوم احنا مسجل العراقيين المسجلين عندنا 32 مليون و700 قبل شهر كان بدقيقتك يا قبل شهر كان 29 مليون. لا هسه احنا الحمد لله دا نمشي بخطى ثابته ودا يصير عندنا تسجيل كلش قوي والحمد لله وشكر، يعني عندنا يعني ان شاء الله قريبا يعني ما يقارب 70% انجز. يعني اذا احنا اذا قلنا الشعب العراقي 42 فاحنا اجتازينا 75%. ممتاز. يعني ان شاء الله يمكن للعلم احنا كان المفروض نجتاز اكثر من هاي، بس اكو ظروف مرت بالبلد اخرتنا هواي. يعني اخص بالذكر جائحه كورونا. اي فعلا صح. جائحه كورونا وقفتنا فتره لا يعني طويله جدا، اخرتنا بهذا الموضوع. صح. والا احنا المفروض عابرين هذا الموضوع من زمان. جيد. بيان الولاده من يوصل من الولادات والوفيات باتجاهكم. نعم. تروح نسخه لكم بالتاكيد يعني. نسخه بيضاء. ويبقى مثلا ما مراجع سنه سنتين ما مراجع. ماكو اشكال. ماكو اشكال. ما عندنا اي اشكال. ما بيها تبعات قانونيه ابدا كدا. ابدا لا ما بيها اشكال. اذا فقدت الهويه بس يعني احنا من منبرك هذا انا احث المواطن يعني يسجل بسرعه. لا حتى الجواز الالكتروني اسهل يطلع بالبطاقه. طبعا تمام. إيه؟ لان هو هذا الحداثه. لا هو يعني انت الامور تتجه الساد، الامور تتجه باتجاه الحداثه الجناب قدامي. ويعني هو شلون ما يكون البطاقه الوطنيه افضل من المستمسكات الورقيه من كل النواحي 100%. اي صح. اذا فقدت البطاقه شلون بعد ما مستن ضيعتها؟ اذا فقدت البطاقه شلون؟ اول شيء طبعا هو بلاغ، هذا ما يخص البطاقه الوطنيه مركز شرطة. اي نوع من انواع المستمسكات من ينفقد ضروري المواطن يبلغ الا يستغل في امور اخرى. صح. بلاغ شرطه، بلاغ مركز شرطه ويتوجه للدائره. بغرامه ماليه؟ نعم. ايش قد الفقدان للمره الاولى؟ 25,000. زين. الفقدان للمره الثانيه 50,000. الفقدان للمره الثالثه 100,000 وتستمر 100,000. اها. نعم. هاي بتقدر. هي الغرامه الساد. الغرامه هي مو القصد من عندها انه انا اغرم المواطن. صحيح. الغرض من عندها احض المواطن. صح. على الحفاظ على المستمسكات. صح. الى اخره. هو هذا يعني هو هاي الغايه من الغرامه. صح. في كل شيء. صح. زين اذا ضيعها المره العاشره دام؟ لا كلها 100 بعد 100 بعد. لا اكيد بالتاكيد هذا المستمسك مهم. أي يعني يعني المواطن يعني المفروض جزء من ملابسه جزء. لا هو من كيانك. هو مو مهم استاذ، هو الاهم. هو البطاقه الوطنيه الاهم. لان اليوم انت لا تيجي تراجع مثلا دائره طابو يسالك على البطاقه الوطنيه
تريد تصدر جواز سألك على البطاقة الوطنية، بطاقة تموينية، بطاقة وطنية، فهي الأساس هو الأهم، هو نمبر وان يعني، هو رقم واحد. وفعلا هو طبعا هو اختزال لكل هذه المستمسكات. طبعا طبعا طبعا. جيد، حلته الزخم، قلنا احنا اتفقنا هسه ايه؟ الحل الزخم، الزخم ان شاء الله يعني احنا ذكرنا قبل شويه كنا عندنا يعني خطه مرسومه من قبل المعالي متابعه من قبل السيد المدير العام. ان شاء الله هالخطه راح اذا يعني تنفذ بالايام القليله القادمه، اذا نفذت ان شاء الله راح ينحل الزخم بالكامل. وحكينا احنا قلت لك يعني انت ايضا جبت هذا الموضوع، احنا عندنا مواسم بالزخم، يعني مثلا الشهر العاشر عادة تسجيل الأطفال بالمدارس وتسجيل الكليات. تعرف هذا التسجيل يتطلب مستمسكات، صحيح أغلب المستمسكات قديمة، فيصير عندنا شوية لود بهذا الموضوع، لكن يجوز بعد أيام راح ندخل في شهر 11 أو 12 ما قد يخوف من القوي يخوف أي نرجع عندنا موسم آخر هو بداية السنة خاصة العسكريين وهالأمور هذه. وأيضا جبت جنابك جبت طار العطلة والمواطن قاعد ما عنده شيء بإمكانه أن يروح يسجل، فهي عندنا أيضا موسم بداية العطلة أيضا شوي يصير عندنا زخم، لكن الأمور ماشية إن شاء الله ماشية باتجاه الحل. يا هاي بس بالعراق شنو البطاقة؟ لا لا, لا هذا نظام دولي. لا لا عفوا كمكاتب بس بالعراق عندكم؟ لو عندكم بالخارج نعم اصدار البطاقه. حكينا قبل شويه على الخطه المستقبليه قلنا بها محورين، محور تطوير البطاقه ونفس البطاقه ومرحله توسعه. ان شاء الله بالايام القادمه عندنا راح ندخل في عقد التوسعه. عقد التوسعه يتضمن نقاط هوايه يعني مو بس اي يعني، يتضمن على سبيل المثال مكاتب بالخارج. جميل. نفتح مكاتب بالخارج بدول الخارج لإصدار مستمسكات للمواطنين العراقيين المقيمين بالخارج. أيضا عندنا من ضمن عقد التوسعة مراكز تسجيل. عندنا في كل محافظة راح يفتتح مركز تسجيل. شنو فائدة مركز التسجيل هذا؟ أنا اليوم مواطن أسكن في بغداد لكن أنا نفوسي بصرة. أنا ما يحتاج بعد أراجع البصرة أو أقطع هاي المسافة كلها حتى أصدر مستمسكات. أراجع مركز تسجيل صدروا لي بطاقة وطنية. اي محافظه اي محافظه. انا اليوم ساكن ببغداد، نفوسي موصل، نفوسي بصره، نفوسي سليمانيه، اربيل، ما يحتاج بعد انتقل الى دائرتي اللي موجوده بالمحافظات، اراجع مركز تسجيل صدروا له بطاقه وطنيه. مستقبلا وهسه موجوده هاي ان شاء الله بالايام القليله القادمه. ممتاز. بس يدخل حيز التنفيذ، عقد التوسعه يدخل حيز التنفيذ، تدخل ذني الامور هاي كلها حيز التنفيذ. بالاضافه لحكينا قبل شوي عن الاتمته، ايضا من ضمن عقد التوسعه ان تنشئ محطه وسطيه، ممكن اي وزاره من وزارات الدوله يستفادون من هذه المحطه الوسطيه باستسقاء معلومات المواطن. وفق حدود معينه. طبعا محددات معينه، الوزاره الفلانيه تقدم طلب انه احنا نريد محتاجين كذا فلان بيانات. تمام. فلان بيانات نزودهم بالبيانات المطلوبه وحتى نسهل عمليه معامله المواطن. تقريبا تقريبا عميد علي ايش قد تكمل هاي هذا الموضوع جدا مهم بصراحه هالامور. اي يعني احنا قلت لك جبناها على حي انه قلت لك عندنا عقد توسعه ندخل حيز التنفيذ، يعني ما يعني ما تمر هاي السنه ان شاء الله اذا ما داخل حيز التنفيذ. وترى بالمناسبه اكو متابعه جدا قويه من قبل السيد المعالي ومن قبل السيد المدير العام بهذا الموضوع، واكو مجهود منقطع النظير دا يبذل. يعني اذا اقول لك دا يواصلون الليل مع النهار جزء يقول لي بالغ، لكن هاي حقيقه. ممتاز جزاهم الله. هذا اولا راح يقلل بصراحه قلل الفساد طبعا، قلل الروتين اكيد. وأعتقد الحكومة من ضمن المنهاج الحكومي عملية تبسيط الإجراءات الحكومية، واحدة من منهاج الحكومة وتبسيط الإجراءات الحكومية. نعم. هذا ذهب بهذا الاتجاه وهذا صحيح إن شاء الله ذهبين بهذا الاتجاه وبكل عزيمة وكل أصرار ويدخل حيز التنفيذ قبل نهاية هاي السنة. موفقين إن شاء الله. أنا بالخارج بس إذا طلع بطاقة قبل لا تفتحون المكاتب هسه حاليا شنو المطلوب مني حتى أصدر البطاقة؟ فقط شهادة حياته إلا أنا أحضر شخصياً كوبية بصمة قزحية وعشرية. نعم. هاي أنت اختصرت الموضوع. أنا نسأل وأنا جاوب. اختصرت الموضوع تعرف الجواب مسبقاً. وطبعاً إذا تريد تصدر بطاقة وطنية يتطلب حضورك لأن البصمات العشرية قزحية العين الصورة هاي تتطلب حضورك. لكن أكو بعض المعاملات مثلاً يجي مواطن معين عنده معاملة معينة بالطابو بالمحكمة في أي دائرة.
يوكل احد المواطنين ان يراجع عنه. احنا عندنا حاله معينه بالبطاقه الوطنيه تسجيل بدون حضور. حلو، هالشو هاي يعني انت اليوم عندك مستمسكه، عندك معلومات في السجل الوطني، سجل الخاص مال الاحوال، اي صح، موجود عندك معلومات، ندخل هاي المعلومات في النظام لكن بدون حضور. يعني ماكو صوره وقزحيات كذا، حتى نصدر له صوره قيد الكترونيه حتى يقدر يستفاد من عندها بالدائره. تمام، هاي اللي الحاله اللي حكيت عندها انت، فيما لو انت اني وكلت مواطن معين، طبعا اكيد 100% اطلب من عندك وكاله واطلب من عندك شهاده حياه حتى اضمن انه الشخص اللي موجود برا على قيد الحياه فقط. لا أكثر. هاي ايضا من باب تسهيل الامور للمواطنين. احسنت، شرع يعني مشينا بها هذه وشرعناها وكملناها في سبيل نسهل امور المواطنين. ممتاز، جيد. يعني احنا بامكاننا سن اروح مثل البطاقه الوطنيه، من انطي المستمسكات، هل تؤخذ في يوم التصوير؟ لا، ام في يوم الاستلام يحتفظ بها المواطن لحين الاستلام. تثقب لو تمنح؟ حتى ما حتى حاليا قمنا ما نثقب بعض المستمسكات، ما نثقبها اي، لان هي ما يقدر يستفاد من عندها المواطن بعد. خلاص بعد يعني غير دائره يقول لك انت مستلم بطاقه. استاذ، مسألة تسهيل الامور في هذا المجال يعني كثير ما له حدود. ما شاء الله، اي اللي بتدري. موفقين ان شاء الله، هذا عم شيء مهم. تحدثت قبل شوي عميد علي على قضيه نفوس. هسه الان موجوده نقل النفوس؟ نعم نقل موجود. قيود اكو؟ اكو على الانترنت، تكتب بالجوجل حكومه المواطن الالكترونيه. بالانترنت بالجوجل حكومه المواطن الالكترونيه، تدخل على التبويب الخاص بوزاره الداخليه، التبويب الخاص بالجنسيه، قدم طلب نقل النفوس، ورا فتره تحصل الموافقه من قبل الجهات العليا، سيد معالي، سيد الوكيل، سيد مدير عام. من تحصل الموافقة تصدر قوائم بالأسماء، مجرد أن يشوف اسمك بالقائمة تراجع مديرية شؤون الأحوال المدنية حتى يكملوك الأمور كلها. فردًا فردًا العائلة اسم رب الأسرة؟ لا، هو رب الأسرة ينقل، وبالتالي بطبيعة الحال كل أفراد العائلة ينقلون. جيد، يعني أنا إذا نفوسي بالبصرة بالموصل حولها بغداد على بطاقة السكن. بطاقة سكنك بغداد، حولها بغداد. أيضًا عندنا حالات نقل نفوس أخرى إحنا نسميها توحيد القيد. الزوج والزوجة، يعني أنا اليوم من سكن، خلينا نقول من محافظة الموصل، أي، وساكن ببغداد، زين، وامتلك بطاقة سكن بغداد، زين، مثلا بطاقة السكن خلينا نقول على عظمية، زوجتي من ديالة، من البصرة، من أي محافظة، أروح إلى أقرب أو ضمن الرقعة الجغرافية، أنا بطاقة سكني العظمية، أروح إلى دائرة أحوال العظمية، أقدم طلب هناك بتوحيد القيد، ينقل القيد مالتك من الموصل، ينقل قيد زوجتك من البصرة، ويتوحد في دائرة أحوال العظمية. هذا جاري؟ إيه، موجود أيضا. يعني توحيد القيد. يعني توحيد القيد يعني إلا موافقة هماتين يعني خاصة؟ لا لا، بدون موافقة، مجرد أن نقدم طلب، هذا أسرع. مجرد أن نقدم طلب في الدائرة، دارت الاحوال اللي ضمن الرقعه الجغرافيه اللي انت ساكن بيها. اي اكو مساله يعني ذكرت بالبطاقه السكن عميد علي، هذا جدا مهم. يعني انا ذاك اليوم عميد اركان ابو البطاقه. نعم، بطاقه السكن. السكن عميد اركان ذكرها وحبيتها بحضورك معيتها. يعني اذا صار عندك طفل ترجع لازم تذكره بالبطاقه السكن. طبعا الضيفه، وهاي ترى الاف بل ملايين الناس ما تعرف هيك معلومه. لا، هاي المفروض يعرفوها. انا وداعتك يعني، انا بالبيت يعني انا اليوم صدر بطاقه السكن، اني وزوجتي وابناء ثلاثه. زين، يعني واني من رحت سجلت، غير سجلت خمسه، زين اجاني سادس، هو هذا القصد. يعني هو بطبيعه الحال لازم ينضاف، لازم اروح اضيفه. وداتك يمكن انا مضيف بس انا زوجتي هسه ان شاء الله وعندي اربعه ان شاء الله عن طريقكم المواطنين دي يسمعون، يعني ضروري. هذا ضروري، هو هذا ضروري جدا ينضم. يعني اي طفل يصير عند العائله لابد ان يقيد في بطاقه السكن. نعم، وبالمستقبل القريب ان شاء الله حكينا عن التوسعه، راح تكون مراكز مكاتب معلومات، مراكز مركزيه راح تندمج بطاقه السكن مع بطاقة الوطنيه. ويكون لزاما على المواطن انه اذا جاء طفل يروح يحدث. زين، وين يروح بطاقة السكن؟ في منطقته لو في العامة؟ في كل موجودة مكاتب معلومات في كل مركز شرطة بالمناطق. صحيح، أنا أقول في مركز شرطة. هو تابع، مثلا أنت اليوم بطاقة سكنك مكتب معلومات صليخ على سبيل المثال،
إذا جاك طفل تتوجه إلى مكتب معلومات الصليخ، يابا أنا جاني طفل ووظيفة. ممتاز. وشو أهميته بصراحة؟ يعني اليوم أنا عندي بطاقة سكن بسجل بيها 5، باشر عقبه راح دا أسوي تموينية، راح دا أسجل طفل أنا موظف وأرد أضيفه، ضروري ينضاف في بطاقة السكن حتى يقيد، لأن كون هو بالضبط مقيد. عندنا قضية تحدثت عن قضية الورقية وتحويلها، وجدتوا مشاكل عند المواطنين بالتقديم؟ يعني شو تقصد المشاكل؟ يعني أنا جاي أقدم تلقى يمكن خطأ بالمعلومة. نعم واضح. يعني إحنا نعرف بطبيعة الحال القيود الورقية قيود تكتب باليد، تمام. نوبات الموظف من سرع عليه زخم أو لود يضطر يكتب بشكل سريع، يقع فيه أخطاء، كلنا خطاؤون، كل البشر خطاؤون، يقع فيه أخطاء، يصير حك، يصير شطب، يصير أمور معينة. أكيد هذه من جنة إحنا نسوي البطاقة الوطنية سببت مشاكل. اليوم الموظف ناس يسجل تولد معين، ناس يسجل مثلاً خلينا نقول المستمسك الثبوتي مع الولادة، فهذه وقعت المواطنين بمشاكل. لكن هل أنه أكو حلول لهذا الموضوع؟ نعم أكو حلول، أكو حلول لهذا الموضوع. يجوز شوية المعاملة تطور أكثر من الحالة الاعتيادية، لكن بالتالي إحنا نوصل إلى حل. هما تبعد صحة صدور وكذا؟ أكو، نعم أكو صحة صدور، هو أكو مستمسك، هذا إحنا نطلب بها صحة صدور. اليوم يجي مواطن قيد الولادة مهتم بمشر، فإحنا نضطر نسوي له كتاب إلى الصحة على سبيل المثال، حتى يجيب لنا قيد الولادة، حتى نأشره، حتى تكون معلوماته في نظام البطاقة الوطنية متكاملة، وبالتالي ينتهي هذا الموضوع. يعني المواطن مجرد أن يكمل ذن الأمور ويدخل نظام انتهى الموضوع، بعد ما نرجع لنقطة الصفر، تمام. قيد كامل مكمل والأمور ماشية طبيعية، وهذا إجراء لابد منه. يعني إحنا يجوز نعتذر من المواطن لربما يسبب بعض التأخير، لكن هي هذه إرهاصات الماضي، هي كل نتائج الورقي، وتعرف هذا ورق، والورق النوبات يتعرض إلى التلف ويتعرض إلى التقادم، إذا شايفين الورق يصفر. فهي هذه يعني إحنا من انتقلنا بالبطاقة الوطنية إلى هاي الانتقالة في سبيل نجنب المواطن كل هاي الأمور اللي تعرضت في، خاصة بداعش دخول داعش تعرضت كثير من، نعم، إلى الحركة. الورقي إحنا أستاذ مبدئيا قبل ما ندخل البطاقة الوطنية أغلب دوائر الأحوال صورت السجلات وأرد أوصل أرشفت الإلكتروني، أرشفوا السجلات وصوروها في سبيل إنه مباشر عقب إذا تعرضت إلى تلف، إلى حرق، إلى أرضه، إلى هواي أمور، احنا عدنا نسخة منها. وفعلا يعني هسه اكو بعض الدوائر الاحوال موجودة بالضبط، تعرضت الى تلف، قدرنا نستعيد كل شيء، تقريبا كل شيء استعاد. ما اقول لك يجوز كل شيء 100%، لكن بنسبة 95% 97%. انا حضرت في الرشيد، دائرة الرشيد، جلسية الرشيد، فدخلنا الى مكان بصراحة لقيت من الخمسينات قيود قديمة الأربعينات موجودة. عبارة عن أفلام موجودة. أخذنا اتصال، ولو إحنا أخذنا العالم ما أخذنا اتصالات بصراحة. السلام عليكم عصام، تفضلوا من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي عصام. العفو، ممكن استفسار؟ تفضل سيد العميد علو وياك، تفضل. سيد العميد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي العفو استفسار، أنا حاليا أسكن منطقة الراجدية، الحسينية الراجدية. تمام. ونفوسي أحوال مدينة الصدر. تمام. الأسواق الثلاثة. نعم. فتعرف أنت الزخم اللي موجود، ممكن أنقل نفوسي من المدينة الراجدية على بطاقة سكني؟ ممكن بالآلية اللي حكيتها قبل شوية من خلال البرنامج. ليش ممكن؟ الله يبارك فيك. عندك بطاقة سكن حسينية؟ نعم أكيد أكيد. خلاص هاي. ممكن تنقلها بالآلية اللي تدخل إلى برنامج جوجل، تكتب به حكومة المواطنة الإلكترونية، أكو توبيب خاص في وزارة الداخلية، توبيب خاص أيضا بالمديرية الأحوال المدنية وجوازات الإقامة، وتقدم طلبك اللي ترومه، أي طلب تريد بضمنها النقل، وإن شاء الله إحنا بالخدمة. الله يبارك فيك، أشكرك سيد العميد. الله يسلمك، حياك. ممنون عصام، شكرا جزيلا لك. يعني هذا الشيء جيد. نرجع على بعض المشاكل العميد علي. نعم. صحة الصدور بعد هو ورقية تروح ترجع لوساطة. صحة الصدور قطعنا بها شوط الحمد لله، يعني مو احنا لكن الحكومة بشكل عام. يعني هسه احنا دا نمشي بالباركود،
ممتاز. يعني عندنا هسه نظام موجود هو النظام حكومي توزع على كل دوائر الدولة تقريبا، مو بس احنا. فصحة الصدور اليوم اصبحت الكترونية ايضا بالباركود، يجيك كتاب معين تمسح الباركود اذا هو صح الصدور. ما حاجة انا اخلي المواطن يروح ويرجع تقريبا، هذه انتهت بنسبة كبيرة جدا. هذا يعني انت زين طرقت لهذا الموضوع حمود، نذكره امام المواطنين. هسه حاليا احنا صحة الصدور قطعنا بيه شوط كلش ممتاز، موجود عندنا حاسبة قارئ باركود، يجي المواطن جايب كتاب على سبيل المثال من وزارة الصحة، ومجرد أن نقرأ الباركود بالحسب هو هذا صحة الصدور، انتهى الموضوع. يعني ما تتعبوني. لا لا ما لا ما أنت والمواطن. الله يسلمك. هذا شيء بصراحة وفعلاً فعلاً يعني قطعت الشوط بهذا. أي الحمد لله. لأن كان الابتزاز بصراحة وهلاك المواطن، صرف أموال هو منها منهك المواطن. يا دوب يمكن يشتغل عماله 25,000 15,000 وجاي يسوي ويروح صحة صدور التاكسيات ويرجع. استاذ يعني حقيقة اغلب هاي المعاضل اللي تحكيها انت هي مشخصة من عندنا، بس تتطلب عمل والعمل يتطلب وقت. اكيد. فاحنا نلتمس من المواطن ان يعطينا الوقت حتى تدريجيا شيئا فشيئا نجتاز هاي العوارض كلها وهاي المعاضل كلها. وان شاء الله يعني ماكو في شيء غير مشخص، كله مشخص. ممتاز. وان شاء الله تدريجيا بمرور الوقت نتجاوزها كليتها. جميل. المستمسكات القديمه اللي مضت عليها 10 سنوات، نعم، من اريد اطلع بطاقه اكو اشكال؟ ماكو اي اشكال. انتم عندكم الاوليات اكيد يعني. ماكو اي اشكال، بس اني اكو حاله وحده معينه يعني حتى المواطن يستفاد من كلامي. زي. اليوم اني عمري 3 سنوات. صار عمري 13، هل معقوله انا بقيت بنفس الشكل؟ لا بتأكيد. اكيد يتغير. يعني هو علميا كل 5 سنوات حتى الانسان البالغ يتغير شكله، ملامحه تتغير. فاكو فشيء احنا نسميه اثبات الشخصيه. شخص اثبات الشخصيه، عندك بطاقه سكن حديثه بها صورتك، هاي اثبات شخصيه. عندك جواز حديث، هذا اثبات سكن. عندك عفوا اثبات شخصيه. عندك مثلا على سبيل المثال هويه طالب، اكو بعض طلاب الكليات عندهم هويه طالب. عندك كتاب من المدرسة مثبت به صورتك يثبت شخصيتك. كافي. ماكو هذني كلهن. فاحنا نطالب المواطن بمجلس بلدي ابو الصورة هم يسموه، بس احنا نسميه اثبات الشخصية. نعم. يعني اذا المستمسكات كلها تمشي كلها اي شيء بعد شلون قالوا اثبات شخصية لازم تجيب قبل من المختار؟ لا لا وكذا لا لا مختار. اذا عندك جواز هسه انا اليوم مثلا عائلتي عندهم كلهم جوازات حديثة اقدر اعتمدها كاثبات شخصية. هاي كل المديريات كل المديريات بشكل عام هذا قانون يعني هاي تعليمات العفو تعليمات هذه مو بكيف. احسنتم جزاك الله. حسين من بغداد شوف شنو عنده سؤال. تفضل حسين. السلام عليكم. امر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالبطاقه الوطنيه ايش قد من السنين ما صار 10 ايام من قدمي 10 ايام ثاني موعد وما رحت يعني هسه ايش قد الموعد مع البطاقه؟ على يا بطاقه ابو علي انت على يا دار تحوال؟ دار تحوال التاج تاجي. دات احوال التاجي؟ نعم. روح باكر استلمها. يعني صار 10 ايام تقريبا. طلعت وشبعت يعني من زمان طلعت. رحم الله والديك يا عمري. حياك. كل البطاقات؟ انا قلت لك قبل شويه قلت لك بغداد بالكامل انجزت. يعني صفرت بالكامل يعني اللي مقدم الخميس اليوم سبت قلنا. اللي مقدم الخميس روح لحد يستلمها. فهو يقول 10 ايام شبعت. والمحافظات؟ المحافظات ان شاء الله بالقريب وقريب جدا يعني. أنا قلت لك مسألة أسابيع تحل بالكامل ترجع مثل بغداد ترجع على سابق عهدها. إحنا بالبداية أول ما اشتغلنا بالبطاقة الوطنية ما كان أكو مشكلة في هذا الموضوع. ما أكو لود. ما أكو لا 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 ما أكو مشكلة أيضا في هذا الموضوع حتى لو أكو لود. أي نعم إحنا كانت عندنا مشكلة توفر المادة الخام. صح. توفر البطاقات الخام. واضح. والحمد لله قلت لك السيد المعالي خلى خطة محكمة في هذا الموضوع وخلى جدول زمني للتنفيذ. مشينا بالجدول الزمني بتنفيذ مباشر ومتابعه مباشره من قبل السيد المدير العام. والحمد لله احنا يعني اجتازينا الازمه. اليوم احنا اجتازينا نسبه 90% من الازمه، باقي لنا فشيء قليل جدا والايام الجايه ان شاء الله تثبت وراح يلتمسها المواطن التماس يعني شخصيا. يا الله ان شاء الله. بعد راح اسالك على الطباعه وين بامكان بس تمام. رياض من بغداد. السلام عليكم رياض. السلام عليكم. السلام عليكم. عمر حبيب رياض. السلام ورحمة الله. بدون زحمة عندي 2 أولادي، واحد وحدة 9 سنوات والثاني 8 سنوات، عندهم جنسية. نعم. فأريد أغير التدري لأن يفوت يعني يمر 5 سنوات بعد ما
يعترفون بالجنسية، فقالوا على أساس تبديل بطاقة موحدة بطاقة الوطنية. أستاذ رياض بس بلا زحمة عليك، 8 سنوات 9 سنوات هم يمتلكون هوية أحوال مدنية؟ الجنسية يمتلكون. نعم عندهم جنسية؟ اي بس صورهم صغار وهسه كبروا هم بالابتدائية. نعم. فأريد أغير البطاقة مالتهم من الجنسية إلى موحدة. على دا أي دائرة؟ على دا أي دائرة أحوال جنابك؟ على على كرادة الشرقية. استاذ رياض عيني يعني بسهولة تراجع ويعني لك حق أن تبدل جناسيهم، بس أريد من عندك شغلة واحدة أن تأخذ إياك إثبات شخصية. عندي أنا بطاقة موحدة مالتي. لا 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 اللي أطفالك اللي الله يحفظهم اللي عمره 9 سنوات 8 سنوات إذا عندهم جوازات فهم إثبات شخصية. لا ما عندهم ما عندهم. خلاص إذن من المجلس المحلي اللي يم بيتك المختار والمجلس المحلي تسوي لي مضبطة استشهاد. نعم. إثبات شخصية ثبت صورهم لكل واحد مضبطة وتتوجه إلى دائرة الأحوال وإحنا بخدمتك. زين يصير من التأييد من المدرسة مالتهم؟ نعم نعم يصير إذا مثبت بها صورهم. نعم. نعم يعتمد. مو هاي أسهل لأن تروح للمختار ينطيك تأييد بعدين تروح للمختار الثاني يختم ما عنده يروح فتدرى الإجراءات. أستاذ رياض أنت شوف اللي يناسبك وإحنا بخدمتك. ممنون منك اشكرك. حياك الله هسه يعني لاحظت من هذا الجواب يعني ايش قد عمر الجنسيه حتى اضطر ان اجيب الجنسيه المطلقة. احنا سابقا كان العمل يعني الجنسيه كانت 10 سنوات هسه 15 يعني جنسيتك اذا نظيفه وما بيها شيء وشغاله ما يعني الطفل هسه الطفل طلع له جنسيه وصار عمره 10 سنوات هو مشكلته استاذ رياض انا فهمتها وراسا عرفت قصده يقول شكله متغير يعني هو مطلع الظاهر اول ما انولدوا طلع جناسي بشكل فهم من كبره صاروا 8 سنوات شكلهم ما يتطابق ويا بالحقيقه ما يتطابق ويا الجنسيه بالتاكيد فيضطر يبدل بس هو موجود يعني شال جنسيه الاب وجنسيته وكذا احنا نحكي على صوره الطفل نفسه نحكي على صوره يحتاج الطفل شهاده الجنسيه صوره الاب انا ما استفاد منها فقط اللي ما يتشابه يعني اكو فرق كبير اي طبعا فقط من يحدد يعني هسه اعطيك على سبيل المثال نوبات يجونا اطفال يعني مطلع منه عمره 4 سنوات 3 سنوات مطلع جنسيه وصل عمره 12 سنه 13 سنه ملامح الشوارب واللحيه بدات تظهر على وجهه يعني فاكيد يختلف الشكل صح خلينا نشوف بالله حسين من بغداد هم عنده خاف اشكال السلام عليكم ابو علي الو قطع للاسف قطع اتصال مع حسين وهم ماتين وقت البرنامج يعني ما بقى الا دقيقتين اقل الطباعه وين؟ عندنا ببغداد بالمطار مركزيا ممتاز يعني مو بالخارج بمناسبه الطباعه ان شاء الله ايضا في نهايه هاي السنه احنا عندنا وحده من مسائل تطوير البطاقه الوطنيه ان شاء الله راح ندخل في مساله الطباعه المركزيه الطباعه ممتاز. المركزيه هذه ان شاء الله يعني بها مفاجات خليها في وقتها للمواطنين يا الله ان شاء الله ان شاء الله قبل ان تخل... تسعدهم يعني يا الله ان شاء الله مو بس بغداد محافظات الكل يعني. طبعا بغداد والعراق نحكي في ان شاء الله الدوام نعم اكو مسائي صباحي شنو دوام بعض الدوائر اللي تعاني من الزخم احنا ما عندنا مانع نفتح بها مسائي يا هي الدوائر يعني هسه مثلا مدينه الصدر اكو مسائي احوال مدينه الصدر مو مسائي اكو قسمناها الى نصفين دات احوال مدينه الصدر الاولى ودات احوال مدينه الصدر الثانيه إيه؟ اللي ارقامهم يعني رقم السجل مالته فردي اذا يراجع دات احوال مدينه الصدر الاولى اللي هي دوام الصبح اللي رقم هويه السجل مالته بالهويه زوجي يراجع دات احوال مدينه الصدر الثانيه اللي هي دوام مسائي وان شاء الله بالايام الجايه احنا مهيئين بنايه جديده للدائرتين راح ينتقلن للدائرتين موحد وراح يصير الدوام واحد بغداد جديده نفس القضيه بغداد جديده ما بيها زخم يعني احنا نشوف اي دائره نوبات مدير الدائره هو نفسه يشوف على نفس الزخم نقدم طلب انه انا اريد اسوي دوام مسائي حتى امشي جميل فاحنا حسب الحاله جميل كلمه اخيره ب 30 ثانيه ولو خلص وقت ان شاء الله العميد علي يعني احث كل المواطنين اخواني اعزائي كل الضباط الموجودين كل الموظفين الموجودين المنتسبين اليوم وجدوا لخدمتكم اللي أرجو من المواطن أن من يجي للدائرة يجي يتعاون ويا الموظفين ويا الضباط ويا الموظفين والمنتسبين حتى تنجز معاملته بأسرع ممكن أكثر من هذا ما أريد من المواطن أحسنتم
العميد المهندس. حياك الله. حياكم الله علي حمدي خلف، معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية. شكرا جزيلا، شكرا لحضورك، شكرا لهذه الأجوبة المقنعة وهذا التفاؤل الكبير اللي شفته مرسوم على حياكم، وأيضا هالانتفاع الكبير لتقديم الخدمة. إن شاء الله في قادم الأيام راح نفرح وياكم بتقديم خدمات أكثر والمواطن العراقي يستحق. عد عيناكم وعد عين كل المواطنين. سالم عينك يا حبيب قلبي. شكرا جزيلا سيادة العميد. كل إذا مشاهدين الكرام في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج في الإعداد وفي الإخراج وفي الاستوديو وكذلك في العلاقات وأيضا مديرية البرامج. وتقبلوا تحياتنا معدو مقدم البرنامج حازم الحرب. ألتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.